بس يا اسطى، بس يابا، بس اركن لي على جنب هنا بس يا عم، نزلني يا عم، نزلني نزلني بلا قرف. ايه يا اسطى، ولا مشغل عداد ولا مشغل كاسيت نسمع اغنيه؟ يا عم اغني لك انا كاسيت ليه؟ انا هغني لك انا اغنيه حلوه، اغني لك انا اغنيه حلوه. لا بلاش والنبي. لا اسمع مني اغنيه حلوه والله. يا مهون هون هون وتروح بلدك على طول، وتروح بلدك يا كريم، وتقابل عالشط حريم مستني يقول لك سلام. ينعى الابو اللي قال لك صوتك حلو. سلام. صوتك وحش. سلام. صوتك قذر، وبتدخل اسمك في الاغنيه وتروح بلدك يا كريم، ما تقول وتقابل حمدي الجميل. يا عم قول كلام يتعيل، وايه مخطينا بقماشه سودا ليه؟ يا ابني مفيم المركب عشان ما حدش يعرفنا. قعدت تقول لي، قول لي يا اسطى، قول لي يا اسطى، عايزين نوصل ننقذ كريمه وحريمه اللي اتباعوا في قصر ال كريمه وحريمه؟ كريمه واسمهم ايه؟ كريمه وفهيمه. كريمه وفهيمه. ركز كده عشان ما تبوظلناش الدنيا. لا هو دوار البحر بس. ماشي ماشي. عايزين نلحق ننقذ كريمه وحريمه اللي اتباعوا في قصر السلطان وبقوا جواري. هننقذهم ان شاء الله. انا مش فاهم يا اخي، السلطان ده ايه؟ ساب الحريم اللي في الدنيا دي كلها واشترى حريمه وكريمه؟ يا عم هم كان عليهم عرض. كان عليهم عرض؟ اه والله، حريمه وفهيمه وعليهم تمن جبنه رومي هديه. اشتراهم من اولاد رجب هو. بقول لك ايه، بدل اللماضه دي سوق بينا بسرعه، عشان انا قلت لك ناجر موتوسيكلات هنوصل اسرع. جبت لي في المخروبه دي بقالنا 5 ايام في 50 كيلو. طيب حلو قوي. الله، اقسم كده 50 كيلو على 5 ايام. فيها 10 كيلو في اليوم. طيب في دكتور تخسيس يقدر يخسسك اكتر من 10 كيلو في اليوم؟ يا ابني انت مجنون، انت معترف ان دي مركب؟ انت مجنون؟ دي متر في متر. مفيش الكلام ده. مش عارف افرد رجلي فيها. مفيش الكلام ده، دي باخره نفاسه. دي. اسمع مني. ايوه دي تايتانيك. تايتانيك 2. هي شبه تايتانيك في حاجه واحده. ايه؟ هتغرق بينا ان شاء الله. يا ابني دي مركب دي. ايوه دي مركب. والله ما في مكان نحط ازازه ميه. يا ابني دي واسعه جدا والله، بسم الله ما شاء الله، هي حلوه جدا والله، جميله يعني. وفي هنا قاعات سينما وفي كافيهات وناس قاعده بتاخد تاني ايه. يا استاذ يلا ادخل، يلا ادخل، ادخل السينما هتبدا، يلا يا بيبي يلا خش يلا الفيلم. يا ابني انت مجنون، سينمات ايه في ام المتر في متر؟ ثواني يا استاذ، سينمات ايه؟ انت اهبل يا بيه، ما تخش الفيلم اتنيل ابتدى. سينمات ايه في المتر دي؟ اسمع مني يا عم، بقول لك ايه، قعدت انت جايبني الرحله دي ومش كفايه انك اكلت السندوتشات اللي امي عاملاها لي؟ امك اتليه بقى، اتليه يا ام، في حد يعمل سندوتشات كرنب بالبيض؟ مش عاجبك دلوقتي؟ مش دي اللي طول الطريقه بقليل بقليل؟ بقول لك ايه البقليل ده، تقول لي دلافين بتلعب، دلافين بتلعب في الميه مش في المركب. فايه انا وفاهمك، عايز اتنيل اكل، اعمل ايه انا ايه دلوقتي؟ هنصطاد من البحر يا ابني، ده البحر كله خير بجد والله. امال ايه؟ ده خير، ده عز البحر ده. بص اي حاجه، جمبري كابوريا ماشي. جمبري وكابوريا وصبيط. يلا بينا. ثانيه واحده بس عشان السناره بتتلخفن. يلا. عشان انا اول مره اصطاد اصلا. ثانيه واحده. يلا يلا. وتعرف منين بقى انها اصطادت؟ السناره بتغمس. اه. وتعرف منين انها غمزت؟ بتعمل لي كده. ايه ده، السناره عماله تغمز لي؟ الله، يا قله الادب. ايه ده، سناره دي ولا شبكه؟ لا دي قالت لي ادب قوي. ما تغمزيش لحد غيري، ما تغمزيش لحد. خلاص سيبها سيبها، تجيب لنا حاجه ناكلها. سيبها. طيب خلاص. يلا يا رب. يلا يا رب. يا رب. يا رب. ايه ده؟ ايه؟ تقلت يالا. يلا. يلا خمس تشد معايا. يلا. شد يلا. شد. هنقع يا عم انت. هو انت طالب ايه؟ انا طالب سمك. لا والله امي ما طبختش غير فراخ النهارده. ايه ده؟ احنا بنصطاد من ديزني لاند. اللي جاب لك يخليه لك يا حبيبي. فرخه يا ابن المجنونه، هناكل فرخه من البحر. اسمع مني بقى، دي تطبخ؟ دي فظيعه، دي تطبخ وتطبخ جنبها شويه مكرونه سباكيتي. هنعمل مكرونه ايه؟ سباكيتي. اه ماشي، ونجيبها منين بقى السباكيتي دي؟ هنجيبها من البحر يا ابني، ده كله خير، انت فاهم حاجه انت؟ بجد والله. ثانيه واحده. يلا يا ام محمد. والنبي يا ام محمد، مكرونه سباكيتي وكيس صلصه يا حبيبتي. اه وعلبه ايه اللي مزرق؟ والنبي
ولا تبعت فكه 100 مش عامل حسابي. هو فكه 100 وكيلو كاكا عشان نحل بعد الاكل. يلا بالبحر المجنون اللي احنا فيه. شكرا. يلا يا حبيبي. شكرا يا ام محمد. شفت يا ابني مكرونه سباجيتي وصلصه. انا مش ناقص عتا، انا مش واكل. اخلص نوصل بسرعه ننقذ البنات حبيبتنا اللي اتخطفوا. حبيبتنا حاضر يا سيدي. حاضر. يلا سوق بسرعه. حاضر بالراحه عشان البانيو اللي احنا راكبينه ده مش ماشي. يلا سوق بسرعه. احنا راكبين حصان يا ابني. ايه الكائن اللي ماشي وسط الميه عادي ده؟ نعد 10 ياردة هتشوط؟ ايه ده؟ ايوه كلمنا السفارة حلوة كلمنا. ده في الميه ازاي ده؟ بس سيب لنا الكائنات دي انا بعرف اتعامل معاها. ايه يا عم هنعمل ايه؟ بس تعالى ننزله، تعالى ننزله قبل ما يحسب وقت ضايع ونقعد بقى نطول. هنزل لك انا افهمك تعالى. يا سبحان الله في سلم بينزل على البحر اهو. صدف بنت لذينه هنا، انا جاي لك اهو. انت بتسوقني؟ كل يا ابن المركب ده على جنب يا ابن. كل يالا المركب ده على جنب يالا. ما هي مركونه هي هتمشي لوحديها ما احنا نزلنا. كلني انا المركب دي على جنب يالا انت وهو يا ايوه هي مركونه. احبسكوا وعهد الله احبسكوا. انا بتكلم اهو. احبسك انت وهو. ايوه انت عايز ايه يعني؟ مش فاهم. ايوه احبسكوا. بس هو ناسي الكلام. مسك احبسكوا احبسكوا والله ناسي. مش من اولها. صفر الحق نفسك. عايز ايه مننا؟ ركز. انا من مباحث المايه يالا. ايوه موقفنا يعني مباحث مايه. انا مش فاهم عايز ايه. انا من مباحث المايه. خلاص فوت انت. عيرناش. لا خلاص انساها نقولها في حته تانيه. كانت ايه؟ مش مهم. لا ما تزولنيش. وانا متعود عليك. انا حاسس ان انا ناسي. قول لي هي ايه؟ مش المفروض قبل المباحث تقول لي فين الرخص؟ وما انا اقول لك مبلوله ومن الناس تضحك.